جامعة عربي رشيدية بيسانة، هذا الخط الوحيد. لا لحد الآن ما فتحوا، على أساس حيشتغلون هسه المرور إذا يتعاون معانا، سوينا مكان الوقوف على الجانب الأيمن. محطات أو وقوف عندنا بس هذا يعني، والباقي مشي ما عندنا وقوف. النقاط اللي تقفون فيها؟ النقاط اللي نقف فيها هسه حاليا قطع ماكو يعني واحد يقف بيها، وين ما يشر النفر نقف نطبق نشيل النفر، بس وقوفنا الخاص يعني. من الساعة 7:30 الصبح إلى حد تقريبا 2-3-4 حسب الحركة. حسب الحركة إذا ليالي عيد، مناسبات أو طلبة أو دوام. طبعا أكيد إذا أكو دوام أو ليالي عيد نبقى إيه حسب الناس يعني، طلب الناس قد يجون. كم سيارة تقريبا تقريبا هسه 10 سيارات. والله يعني خوش وسيلة نقل يعني، مريحة وتبريد ورخيصة هم يعني بنفس الوقت. إيش قد رخيصة؟ 500 والله. 500. إيه. انت دائما تركب بهاي السيارات لو؟ يعني دائما نركب بها. تتمنى انه هاي تتوسع الباصات تشمل المدينه كلها؟ اي طبعا شيء اكيد نتمنى تتوسع هذا وسيله النقل وبالمنطقه يعني، حيل نتمنى هذا الشيء. انا حاليا يعني ساكن رشيديه القطاع الخامس، بس يعني افضل اركب هذا يعني بيئه تبريد وعلى راحتنا والحمد لله. مناسبة أيضا بالنسبة للسعر مالها شقد؟ أكيد أكيد ومناسبة، 500 زين يعني، وحسب يعني ظروف المواطن يعني زين، أحسن من باقي الشغلات يعني. يعني أنت تصعد يعني تصل مكانك 500 زين يعني، التبريد وهذا مرتاح تبريد كذا. أكيد أكيد الحمد لله ما شاء الله يعني. يمكن قبطت السوقفة ما؟ تمام تقريبا. بس ليش تفضلون يعني هاي السيارات؟ والله بها وسائل التبريد يعني. يعني بهذا الحر اكو تبريد شغلين؟ نعم اكو باي شغلهم، بغض النظر انه وقفه بس تبريد موجود مرتاحين فيه الحمد لله يعني زين. وين تصل انت؟ على المجموعه.